العراق يكرم أبناءه في مبادرة أطلقتها منظمة آراي الثقافية في النجف للاحتفاء بالطاقات العراقية الوطنية، وتحديدا من تميز بأعماله خلال العام الحالي. خطوة جيدة عندما يكرم منتسب أو تكرم دائرة، أكيد هو تكريم للدائرة كلها، وهذا ندل على شيء إنما يدل على أنه يوجد وعي اتجاه الناس اللي يعملون، وإن شاء الله إحنا إن شاء الله بالمستقبل وراح نكون يعني نضاعف جهودنا بعد أكثر لمنح ثقة هؤلاء الناس بينا، وإن شاء الله نكون أتحسن ظنهم. حميد الشبلاوي هو فرد واحد من بين شباب العراق، الشباب المحتجين، شباب تشرين الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل نصرة هذا البلد المظلوم. بنفس الوقت نعاهدهم ونعاهد الشعب العراقي بأننا سنكون صوت الشعب، صوت الشرائح المظلومة داخل قبة البرلمان. ليث الجزائري هو الآخر حصل على درع الشخصية المتميزة، كونه أبدع في تقديمه لبرنامج نفس عميق الذي يعرض على شاشة قناة دجلة الفضائية. من دواعي السرور والاعتزاز انه اليوم يتم الاحتفاء بنا ببرنامج نفس عميق او بالشخصيه الافضل لعام 21. عاده يمكن ما نشترك بكل هذه الاستفتاءات او غيرها والمهرجانات اللي تصير، لكن هذا يدل على انه اليوم محبه الناس الحمد لله والشكر، وصلنا صوت من لا صوت له. وتحياتي ايضا اكيد لكل العاملين معنا في قناه دجله، تحديدا برنامج نفس عميق، وكل الاخوه العاملين في عمان، في بغداد، في كل المحافظات. حقيقه جهود مميزه دائما ما تبذل لنقل الحقيقه، لنقل الصوت، لنقل المشاهد الحيه اول باول، وهذا دليل على حرص المؤسسه وكل العاملين فيها على ايصال كل ما هو ربما حقيقي بعيدا عن الرتوش، وإن شاء الله ربي القادم أفضل. من النجف كرار العساف، قناة دجلة الفضائية.